للأسف الناس ما استفادت مما جاء من ثورة المعلومات. كثير من الناس يساهر في الفيسبوك والواتساب وغير ذلك، وله من الشهور بل ومن السنين لم يذكر الله سبحانه وتعالى. يديه وعينيه رطبتان من رسائل الواتساب، وما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا في دقائق معدودة ومعلومة، وهو مع أن الذكر كما قال ابن القيم، قال: والذكر للقلب واحتياجه إليه كالسمكة، فكيف إذا أخرجت السمكة من الماء؟ ولذلك عباد الله، علينا أن نعمر أوقاتنا بذكر الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.